أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ النهاردة بإذن الله سي إن إس موتور لكتشر 4، وهي خاصة بإذن الله بالبوش ريفلكسز والموتور أرياز والأبر واللور موتور نيرون ليجن. فهنتوكل على الله. نبتدئ في الجزء الأول، محاضرة بتنقسم إلى قسمين، البوش ريفلكسز ده جزء، والموتور أرياز والأبر واللور موتور نيرون ليجن ده جزء تاني. طيب نتوكل على الله. نبدأ بالبوش ريفلكسز. فإحنا عندنا البوش ريفلكسز دول البوش ريفلكسز بيبقوا كلاسيفايد، هنقسمهم اللي هم الاول. يعني ايه بوش ريفلكسز؟ اللي هم ريفلكسز which aim to maintain body posture، ريفلكسز اللي بتسعى انها تحافظ على البادي بوشر. وهنقسمهم الى نوعين، ستاتيك اللي هم بي انفولف سستيند موفمنتس، يعني حركه وكونتراكشن، اسف سستيند كونتراكشن، كونتراكشن متصل، او فيزيك او دايناميك، ودي البوشر ريفلكسز which involve transient contraction. يبقى الاستاتيك اوعى تنساها الاس مع الاس، الاستاتيك بوش ريفلكسز involve sustained الاستاتيك sustained contraction، بينما الفيزيك او الديناميك transient contraction. هنقسمه التقسيم الاهم يا اولاد اللي هنشتغل على اساسها according to the centers الى اربعة انواع، اللي هم الفور سنترز معروفين عندنا، من تحت لفوق سباينال، ميدلري، ميد برين، اند كورتيكال. وانا احب قبل ما ابتدي اقول ان وده سؤال مهم، ان البيزس بتاعت اول بوشر ريفلكسز هي المسل تون، التغير في المسل تون. فنبتدي باول حاجه اللي هي سباينال بوشر ريفلكسز، ودي يعني ما بتجيش بس تبقى ممكن تسأل سؤال شفوي مش هتيجي نظري. اول واحد فيهم اللي هو الاسترتش ريفلكس. ما احنا قلنا اي عضله بتبقى مودريتلي ستريتش بتبقى كونتراكتد، والايم كان بتاع الاسترتش ريفلكس انها مينتين كونستانت لينث اوف ذا ماسل وعليه كونستانت بوزيشن. ودي مثال كالاتي، افرض ان انا ملت لهذه الناحيه، يبقى الماسل دي بقت ستريتش، طب انا هقع كده. فالمودريت ستريتش اوف ماسل تعمل كونتراكشن تو مينتين كونستانت لينث وبالتالي كونستانت بوش، اذا فهي بوش ريفلكس. تاني واحده يا اولاد اللي هي الكروس اكستنسور ريفلكس. فاكرين كنا قلنا لو انا اديت بينفول ستيمولس تو وان ليج، غير ان الليج دي هيحصل لها فليكسور ويزدرول عشان تبعد عن البينفول ستيمولس، قلنا الامبلسز بتكروس تو ذا اوبوزيت سايد ويت اكستند الاوبوزيت ليمب. يعني الامبلس عملت ايه؟ بتكروس ويت اكستند الاوبوزيت ليمب، عشان كده سموها كروس اكستنسور، لان الامبلسز عملت كروسنج واكستنشن في الاوبوزيت ليمب فسموها كروس اكستنسور ريفلكس. طب ليه انا فردت رجلي الثانيه؟ To support the body weight, to support the body posture. إذا فهي push reflex. ثالث spinal push reflex هناخده، خدناه قبل كده، اللي هو positive supporting reaction. ليه قلنا؟ إن لما واحد بيقف على رجله فالديب بريشر على السول بيعمل reflex contraction في الاكستنسورز والفلكسورز of the leg. ليه؟ To convert the whole lower limb into a rigid column to support the body weight. إذا فهي push reflexes. وبرضه أذكركم يا أولاد إن ده كان الريفلكس الوحيد، الريفلكس الوحيد الذي لا يتبع reciprocal innervation. لأن هنا الإكستنسورز والفلكسورز هما الاثنين بيكونتراكت. ليه؟ عشان يحولوا الليمب into a rigid column
support the body weight. إذا فهي push reflex. ده سؤال بالكتير هتتسأله شافوي. هيقولك اديني أمثلة للspinal push reflexes. أشهر ثلاث أمثلة اللي قلناهم stretch reflex, crossed extensor reflex, وبعدين positive supporting reaction. تقل للنوع الثاني. ده يصلح سؤال نظري. اللي هو medullary statotonic posture reflexes. Medullary statotonic posture reflexes. هنا السنتر هو الميدالا أوبلينجاتا. ويوجد نوعان من الريفلكسز. تونيك لابرينثاين أو تونيك نيك ريفلكس. وخد بالك ان التونيك هنا بمعنى كلمة ستاتيك. ده حتى هي موجودة فوقه statotonic. ففي تونيك لابرينثاين وتونيك نيك ريفلكس. انا عايز اعلمكم شوية حاجات لطيفة. ان احنا لما يبقى عندي تو ريفلكس تو ريسبتورز بيعملوا نفس العمل, هنا اللابرينث والنيك بروبريسبتورز بيشتغلوا. And you want to demonstrate the effect of one of them, وعاوز تشوف تأثير واحد منهم, لابد أن تلغي الآخر. يعني أديك مثال, يعني في التونيك لابرينثاين ريفلكس الأنيمال بالإضافة لكونه ميدالري, وفاهم يعني إيه ميدالري أنيمال, يعني عشان يعني أعلى سنتر عنده هو الميدالا أوبلينجاتا, يبقى قطعين عند الأبر أودر الميدالا. فهذا الانيمال يا اولاد بيبقى paralyzed. يبقى كل اللي هتفرج عليه ده اوعى تفتكر الانيمال بيعمله voluntary بارادتي. ده ريفلكس involuntary. لو انا عاوز اتفرج على اللابرينث بيعمل ايه, يبقى لازم الغي النك بروبريسبتورز. لو عاوز اتفرج على النك بروبريسبتورز بتعمل ايه, لازم الغي اللابرينث. يبقى الانيمال يبقى هنا في حالة اللابرينث لاغي النيك بروبريسبتورز, وفي حالة النيك بروبريسبتور التونيك نيك ريفلكسز ألغي اللابرينث. عشان دي أسئلة مهمة وفيها حرفية نحب نعرفها. نبتدي بالتونيك لابرينثاين ريفلكسز. الريسبتور هو اللابرينث. هنا اللابرينث عندنا فيها جزئين يا أولاد, السيمي سيركولار كانالز والأوتوليث أورجان اللي هو الماكلة. فهنا الريسبتور هو الاوتوليث اورجان, او يقولوه مجازا واختصارا الاوتوليث اللي هو الماكلة. طب ايه الاستيمولس؟ الجرافيتي. طيب نوع الانيمال هنا بقى, قلنا في الريفلكس دي لازم يبقى ميدالري انيمال, وانت فاهم يعني ايه ميدالري انيمال, يعني قاطع عند الابر بوردر الميدالة, يبقى الهاي سنتر هو الميدالة. واوعى تنسى هذا الانيمال بارالايز اللي بيعمله فعل لا ارادي. خلاص. طب انا كنت عاوز اتفرج على اللابرينث, يبقى لازم يبقى لاغي النيك بروبريسبتورز. يبقى هذا الانيمال دي افرينشيتد نيك بروبريسبتورز, ما هو الريسبتور متصله بالافرنس, فلازم اقطع الافرنت. يبقى عشان كده يسموه دي يعني لا, زي دي نيرفيتد. دي افرينشيتد يعني قاطع الافرنس بتاع النيك بروبريسبتورز اللي هم انهي اعصاب بقى اللي بيغذوا النيك, سيرفايكال 1 لسيرفايكال 4, من سيرفايكال 1 لسيرفايكال 4. دي نقط مهمه جدا في الشفوي والام اس كيو. يبقى تاني لما يقول لك هاو تو دومينستريت التونيك لابرينثاين ريفلكس, انت تسال روحك ده ميدالري بوش ريفلكس, يبقى لازم الانيمال نمره 1 يبقى ميدالري انيمال. طب هل في ريسبتور اخر بيعمل نفس العمل؟ النيك بروبريسبتورز. طب انا عاوز اتفرج على اللابرينث, يبقى لازم الغي النيك بروبريسبتورز. يبقى الانيمال بالاضافه لكونه ميدالري انيمال وبارالايز قلنا, يبقى قاطعين الافرنت اللي متصل بها النيك بروبريسبتورز, فيسموها دي افرنشيتد نيك بروبريسبتورز. قاطعين الافرنت بتاع سيرفايكال 1 2 3 4. شيء جميل, الاستيمولس هنا هو الجرافيتي. يعني مجرد ما انت الجرافيتي بتشد اللابرينث على تحت اهو, الاوتوليث اللي هي الحصوات على تحت, تلاقي الانيمال بيكستند الفور ليمز.
يعني الانيمال لما بيبقى على ظهره، لو قلبت القطه دي على ظهرها تلاقي الليمز ما هماش اكستندد، وانس قلبتها على وشها يبقى المفروض عاوزه تقف، فتلاقي الفور ليمز حصل لهم اكستنشن. ده يا اولاد مش عاوزك تلخبط، ده مش بالاراده، ده ريفلكس، وهيبان اكتر في الحته اللي بعدها، شيء جميل خالص. تعالى بقى التونيك نيك ريفلكسز. يبقى الانيمال هنا ايه؟ فك. انا احنا قلنا هذا النوع من الريفلكسز بيبقى موجود في الميدلري انيمال، يبقى لازم ميدلري انيمال قاطع عند الابر بولر ميدال. طب انا عاوز اتفرج على النيك بروبريسبتورز، يبقى لازم الغي اللابيرنث. الغي ازاي؟ يبقى الانيمال ده لابيرنثلس. يوجد طريقتان لالغاء اللابيرنث، انك تقطع الفيستيبولار نيرف اللي مغذي اللابيرنث. بس دي عمليه صعبه. لا، وحاجه الطف يا ولاد ما حدش هيسالكم فيها بس احب اقولها لكم، لو حطوا الانيمال ده في جهاز طرد مركزي سريع جدا، فحصوات الكالسيوم كربونيت بتاعت الاوتوليث بتاعت الماكله بتطير جوه السكال بتاع الانيمال، مش هتطير بره جوه السكال، باظ اللابيرنث. اسهل من انك تعمل عمليه تفتح بقى وتقطع الفيستيبولار نيرف بيحطوه، بس ده لينا احنا في جهاز طرد مركزي ده بسرعه جدا. فالحصوات بتاعت الجهاز بتاعت اللابيرنث تطير وبالتالي باظ اللابيرنث. تعال نشوف بقى ريفلكسز رائعه. ايه الاستيمولس بتاع هذا الريفلكس؟ يبقى قلنا الريسبتور النوع الانيمال هو ميدلري انيمال اهو. وبعدين الريسبتور نيك بروبريسبتورز. ايه الاستيمولس؟ الهيد تيرن، انك تحرك الهيد في اتجاه معاه. انا عاوز الاول اشرحها لكم فهمها لطيفه جدا. بيقول لك فكره التونيك نيك ريفلكسز ان انت لو غيرت البوزيشن بتاع الهيد، الفور ليمز الاربعه ليمز بتغير وضعها لتناسب وضع الهيد، يعني بالبلد اهو. يبقى افهم فكره ريفلكس، ان تغيير وضع الهيد بيغير التون في الفور ليمز، الفور يعني الاثنين اللي قدامين والورانيين، عشان تحط الانيمال في بوزيشن يناسب وضع الهيد. لا، كلام جميل خالص. فتعالى اقولها لك بطريقه طفوليه. لو انت جيت الانيمال ده، نبتدي بالريفلكس ده، وخليت الهيد اب، يعني عملت الهيد دورسي فلكش لورا كده، تبص تلاقي اميديتلي الانيمال ده عمل ايه؟ فرد الفور ليمز الاطراف الاماميه، عمل لها اكستنشن وفليكشن في الهايند ليمز. ليه؟ بيقول لك، حتى اقول لك تعبير لطيف جدا، ده البوزيشن ادوبتد باي اكات، البوزيشن اللي بتاخده القطه لوكينج تو اي بيرد اون تري، بتبص على طائر على شجر. فكر، يعني اقولها لك بطريقه لطيفه. لو الانيمال ده انت حركت الهيد بتاعته لفوق، يبقى كانه عاوز يبص لفوق، فالاوقع يبقى الجسم بتاعه كده، يبقى يفرد الفور ليمز ويتني الهايند ليمز، يبقى بالظبط زي قطه لوكينج تو بيرد اون تري. اقولها لك باسلوب الطف، كلنا بنعدي على كوبري قصر النيل وبنشوف اسوده قصر النيل، انت الاسد ده عامل ايه؟ عامل الهيد اب اللي هي دورسي فليكشن الهيد، بتلاقي رجليه القدامين مفروده وقاعد على رجليه الورانيين، لان الانيمال عاوز يبص لفوق يا اولاد. يبقى الاوقع ان الرجلين القدامين يتفردوا والورانيين يتنوا، يعني شيء منطقي. اللي عاوزك الاعجوبه في هذا الريفلكس هو انه مش اراديا، يعني مش الانيمال، خد بالك الانيمال ده مشلول، هذا فعل لا ارادي، مش انت اما حركت الهيد لفوق فهو قال يا واد انت بقى عاوز تبص لفوق افرد قدامين واتنين ورانيين، ما فيش، هو مشلول، ميدلري انيمال بارالايزد. ده بيلت ان، شوف العظمه اللي هي بيلت ان ريفلكس، ان الانيمال من غير ما يفكر مجرد ما يجيب الهيد لفوق يبقى الوضع الافضل للانيمال بيبص لفوق ان الجسم يبقى عامل كده، يبقى رجلين القدامين يتفردوا والورانيين يتنوا، ويؤكدها الريفلكس اللي بعده. طيب
خد بقى انت الهيد داون اهي، يعني تعمل فنت ريفليكشن في الهيد، تروح عامله فليكشن في الفور ليمز في الاطراف الاماميه واكستنشن في الهاند ليمز. يقول لك ده زي البوزيشن بتاع ايه، بتاع الكات لوكينج فور رات ان هول، بتدور على فار في هول. او انا بقولها بطريقه لطيفه جدا، تخيل كده قطه جت في كنب عندنا واطي قوي، فهي وطت راسها كده عاوزه تبص تحت الكنب، صح؟ وطت راسها، تلاقي القطه راحت الثانيه رجليها القداميين، صح، وجسمها ممشوط كده ورجليها الورانيين مفروده، يعني مجرد ما تتني الهيد رجليها القداميين يتنوا والورانيين يتفردوا، لان هي لما تتني الهيد يبقى ده البوزيشن اللي عاوزه تاخده، يبقى الاوقع لللمز عشان يتناسبوا مع هذا الوضع يعملوا ايه، نتني القداميين ونفرد الورانيين. لكن لو هي عملت دورسي فليكشن في الهيد عاوزه تبص لفوق، يبقى ده وضع الجسم، يبقى الاوقع انها تفرد القداميين وتتني الورانيين. مره اخرى يا اولاد، ده الانيمال ما بيفكرش في البوزيشن، ده ربنا بيلت ان خلى حركه الهيد تروح ظبط البادي عن طريق الفور ليمز في البوزيشن اللي يناسب وضع الهيد. الاروع اللي بعدها، لما الانيمال ده يترن الهيد وان سايد بالشكل ده، طيب يبقى هتلاقي الليمز تو ذا سايد اوف ذا هيد يبقوا اكستندد والاذر ليمز يبقوا فليكس. وتعالى بصها عندي انا همثل الكلام ده، انا ببص الناحيه دي، خد بالك انا انيمال كده وببص الناحيه دي، يبقى الاوقع ان انا اجي بكتفي كده عشان ابص الناحيه دي. طب يبقى الكتف ده قرب من الارض يبقى دول يبقوا فليكس، والكتف ده بعد على الارض يبقى ده يبقى اكستندد. الانيمال بارالايزد، فعل لا ارادي، مجرد انه هيبص وان سايد يبقى عشان الاسهم ما يبص وان سايد نكتفه تعمل كده، يبقى الكتف ده بعد، يبقى لو تو ذا سايد اللي يمز يحصل لها اكستنشن، طب والتانيين يحصل لها فليكشن. يبقى هتجاوب هذا السؤال بالمنطق، انيمال عمل دورسي فليكشن في الهيد بيبص اب، يبقى الوضع الامثل للجسم اما هيبص اب ادي الهيد اهي انه هيبص اب، يبقى الجسم يبقى كده، مش هقول هبص اب والجسم يبقى كده، هيبص اب يبقى الجسم يبقى كده. يبقى نعمل ايه؟ نفرد الفور ليمز ونتني الهايند ليمز. بالعكس لما يبص داون الاوقع ان وضع الجسم يبقى كده، يبقى القدامانين يتنوا والورانين يتفردوا. طب هيبص توان سايد كده يبقى لازم يجي بكتافه كده عشان ده يساعد النظر، يبقى ده يتفرد وده يتني، اللي سايد يبقى اكستندد، الاوبوزيت يبقى فليكسد. ولا امل ان اقول ان ده الانيمال ما بيعملوش بالعقل، هو يبدو ماشي مع المنطق، بس ده انيمال بارالايز، ده ريفلكس بيلت ان، يبقى طبيعه ايه اللي بتخلق يا اولاد، ريفلكس بيلت ان، يبقى وراء الخلق قوه عاقله بتحرك الاطراف الاربعه في وضع يناسب وضع الراس، الرأس اختارت أن تنظر إلى أعلى لأعلى، يبقى ده الوضع الأمثل للبادي كده، هذا ما تبص لفوق يبقى الوضع كده، يبقى القدام يتفرد والوراني يتني، اختار الأنيمال يبص تحت يبقى ده الوضع الأمثل للبادي، يبقى القدامانين يتنوا والوراني يتفردوا، اختار اللي يبص وان سايد يبقى يجوا بكتافه كده، يبقى الكتف ده بعد على الأرض، يبقى ده اكستندد وده فليكسد. إيه العظمة؟ هيقول لك الريفلكس دي بنشوفها في انهي انيمال؟ قلنا دول ميدلري ريفلكسز، يبقى لازم الانيمال يبقى ميدلري انيمال. خلاص؟ طب انت عاوز تتفرج على النك، يبقى تلغي اللابرنث اللي هو ريفلكس الاخر. ان انا عندي اللي بيشتغل يا لابرنث يا نك بروبريسبتورز. يبقى بالاضافه لكونه ميدلري انيمال يبقى لابرنثلس. ده سؤال نظري يا اولاد. يبقى لما يجيب لي نقوله بقى في عجاله ميدلري ستاتوتونيك بوش ريفلكس، اقول في السؤال النظري ده نظري مهم، ان في عندي نوعين، ستاتوتونيك لابرنثاين وستاتوتونيك نيك ريفلكس.
في كل واحد لازم تشرح لي اربع نقاط، تقول لي ريسبتور والستيمولس ونوع الانيمال، وبعدين تشرح الريفلكس الاربعه. فهنا في اللابرينثاين يبقى ريسبتور، ادي اول نقطه خدت عليها نمر، يبقى 100% هو الاوتريس. طب ايه الاستيمولس؟ انه الحصوات الجرافيتي بتشدها لتحت، يبقى الاستيمولس هو الجرافيتي. طيب نوع الانيمال، العنوان مضلل مكتوب قصادك فرع الاسئله، وانت عايز تتفرج على اللابرنث يبقى تلغي النك. تلغي النك بروبريسبتورز ازاي؟ بانك تقطع الافرنت، لان الريسبتور متصل بالافرنت، يبقى الانيمال يسموه دي افرنشيتد نك بروبريسبتور، تقطع من سيرفايكل واحد لاربعه. ده ريفلكس واحد وسهل جدا، ان مجرد ما تعدل الانيمال يبقى كانه هيقف، فربنا خلى اوتوماتيكال عشان يقف كويس لما الاوتلست تتشد لتحت ناحيه الجرافيتي، يروح تاني يروح فارد رجليه الاربعه، يعمل اكستنشن في الفور ليمز. دي النقطه الرابعه. نيجي بقى الاستاتوتونيك نيك ريفلكس، دول ثلاثه مش واحده. هنا هتقول مين الريسبتورز؟ من اسمها نيك يبقى نيك بروبريسبتورز. طيب ايه الاستيمولس؟ الهيد تيرن، ان الهيد يبقى تجيبه لفوق، دورسيفليكشن لتحت، فنتريفليكشن تو وان سايد. طب ايه نوع الانيمال؟ هي ميدلري، يبقى لازم يبقى ميدلري انيمال، قطع عند الابر بوردر ميدلر، بارلايز انيمال. وهنا لو عاوز اتفرج على النيك بروبريسبتورز، القاعده بتقول يبقى تلغي الثاني، يبقى لابرنفلس. وثلاث تجارب منطقيه جدا، اسد قصر النيل لما تعمل دورسيفليكشن يفرق قدام النيل ويتن ورا النيل، اللي هو زي قلنا كات لوكينج تو ا بيرد اون ا تري. لو عملت فنتريفليكشن يبقى كان عاوز تبص لتحت، يبقى فليكشن فور ليمز واكستنشن في الهايند ليمز. وبعدين لما تتني الهيد وان سايد يبقى كان لازم يجي بكتافه كده، يبقى اكستنشن في السايد وير ذا هيد استرند اند فليكشن في الاوبوزيت سايد. كلام بسيط خالص، واتمنى تاخدوا الفول مارك فيها اذا جت باذن الله. طيب انتقل للنوع الثالث وهو الاهم في الحكايه دي، اللي هو ميد برين رايتنينج ريفلكس. ميد برين رايتنينج يعني تصحيح، بوش ريفلكس. برضو بحب ما اعملش زي بقيه المحاضرين، اول عاوز افهمك فكره في ريفلكس. رايتنينج في اللغه يا اولاد يعني تصحيح، وعاوز ده من اهم الاسئله في الام اس كيو. مين السنتر الذي يصحح وضع الجسم؟ موجود فين؟ في الميد برين. عشان كده عاوز كما يرتبط في ذهن الطالب قيس بليلى، يرتبط في ذهن الطالب الرايتنينج بوش ريفلكسز اللي بتصلح وضع الجسم لما يبقى ديستربد بالميد برين. يعني اهم سنتر بيصحح وضع الديستربد انيمال هو الميد برين. فايه فكره ريفلكسز؟ فكرتها كالاتي يا اولاد، هي ان كوركشن اوف ديستربد بوشر. اي انيمال تو ديسترب اتس بوشر، الريفلكسز دي خد بالك ريفلكس ما بيصلحش نفسه اراديا من عظمه الخلق والخالق، انها ريفلكسز بيلت ان، بيصلح نفسه لانه مخلوق مطبوع على ذلك. كوركشن اوف ديستيرب بوش. فقال لنا الفكره كالاتي يا اولاد، ان اي انيمال تلخبط وضعه، شوف المنطق، الاول يعدل الهيد ثم البادي. وتعالى اوريها لك عشان ما تنساش. ادي انيمال وضعه متلخبط كده اهو، فالاول يعدل الهيد وبعدين يعدل البادي، ترتيب منطقي حتى. يبقى اني انيمال ويز ديستيرب بوشر ده مش اراديا، هو مش بمزاجه بيقول يا واد انت معوج اعدل روحك، ريفلكس بيلت ان، خلق الخالق مش الطبيعه، قوه عاقله. انيمال ديستربد يبقى الاول يعدل الهيد تو جيت بوث ايز اون ذا هوريزونتال بلين، وبعدين يروح عادل البادي. يبقى عندي هيد رايتنج ريفلكسز اثنين يعدلوا الهيد، وبادي رايتنج ريفلكسز يعدلوا البادي. سو وي هاف فور رايتنج ريفلكسز، تو فور ذا هيد اولا اند تو فور ذا بادي. وبطريقتي، بقول بأسهل طريقة ممكن تفتكر بيها الموضوع. مين اللي يعدل الهيد؟ في تو ريسبتورز بيعدلوا الهيد، وتو ريسبتور بيعدلوا البادي.
لاحظ حاجة جميلة عملها لك باللون الأصفر، فيهم واحد مشترك اللي هو البادي بروبريسبتورز، في مقدوره انه يعدل الهيد ويعدل البادي. يقول حتى للطالب العادي لما يقولوا له ادينا اكزامبل لهيد رايتنج ريفلكس، الريفلكس بيصلح الهيد، او بادي رايتنج ريفلكس، المشترك البادي بروبريسبتور بيعدل الاثنين. ففي بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد وفي بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. خد بالك عشان ما يطولوش، ما بيقولوش body proprioceptors writing reflex on the head، بيشيلوا كلمة proprioceptors. احنا فاهمين لما نقول body فنحن نعني body proprioceptors، writing of the head يصلح الهيد، و body proprioceptor writing of the body. في واحد بقى يعدل الهيد بس، اللابرنس، هنشوف دلوقتي واحد يعدل البادي بس، النيك بروبريسبتورز. خليك معايا وهتلاقي الموضوع لطيف جدا. نبتدي ريفلكس. اول واحد اللي هو لابرنثاين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، اللابرنث بيعدل الهيد. تعال اتفرج معايا. هنا ده في حاجتين بيعدلوا الهيد، قلنا اللابرنث والبادي بروبريسبتورز. حضرتك عاوز تتفرج على مين؟ على اللابرنث، يبقى لازم تلغي مين؟ البادي. ازاي؟ بانك بتمسك الانيمال مش بايدك، بطوق، بحيث يبقى ايكوال ستيميليشن في كل اجزاء البادي. ليه بقى؟ لان الاستيميلس للاربعه ريفلكسز ده، بص جمله هي مهمه جدا في الام اس كيو، هو الان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. ان بيجي unequal impulse from both sides هتفهم حالا حالا مع اول اكزامبل. انا هفرض نفسي هذا الانيمال، وحضرتك عملت لهذا الانيمال ميلته كده انيمال. خد بالك مين برين انيمال، اللي بيحصل ده ريفلكس. يبقى لما حضرتك ميلته كده، الاوتلس ده بتاع اللابرنس بقى استيميليتد، وده مش استيميليتد، لان الحصوات مدلله من هنا بتشد، انما هنا الحصوات ريستنج عليها. واحنا قلنا اهو سحر، اهو لغز. الاستيمولس هو الارايفل اوف ان ايكوال امبلس. فالانيمال حتى لو كان بلايند فولدد، يعني مش شايف، اول ما نحطه في هذا الوضع هيروح عادل الهيد لحد ما عليه بالمسطره تبقى في الهوريزونتال بلين، لحد ما يبقى فيه ايكوال ستيميليشن من ناحيتين. يبقى فسموا ده مين اللي عدل الهيد؟ اللابرنث عدلت الهيد، فسموها لابرنثاين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. ده مش فعل ارادي، مش الانيمال بيقول يا واد كده المنظر معوج اعدل راسك عشان تعدل المنظر. لا، ايفن لو مغمض عينيه بتلاقيه اما تحطه في هذا الوضع ايميديتلي راح عادل الهيد، تو جيت بوث ايز بالظبط المسطره اند هورزونتال بلين. حصلت ازاي؟ ان هو بيقعد يتعدل لحد ما يبقى فيه ايكوال ستيميليشن. طب ايه الاستيميلس؟ قلنا الارايفر وان ايكوال امبلس. طب قلنا هل في حاجه تاني بتعدل الهيد؟ البادي. فبتلغيه ازاي؟ ان بتمسك الانيمال ده بتحطه في طوق عشان يبقى مفيش ضغط على حته في البادي غير التاني. طب نتفرج على تاني ريفلكس. بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، يعني هنتفرج ازاي البادي بروبريسبتورز بقى بيعدلوا الهيد. طيب يبقى حضرتك تلغي مين هنا؟ كان في واحد تاني لسه قلناه بيعدل الهيد اللي هو اللابرنث. يبقى الانيمال ده بالاضافه لكونه ميبرين يبقى لابرنثلس. انك عاوز تفرج على البادي، هتجيب الانيمال وتحطه على سبورتنج سيرفيس كده على وان سايد، اتفهمت؟ يبقى الناحيه دي عليها ضغط والناحيه دي ما عليهاش ضغط، يبقى مره اخرى ان ايكوال ستيميليشن. فتلاقي اول ما تحط الانيمال في هذا الوضع ريفلكس مش فعل لا ارادي، البادي بروبريسبتورز تعدل الهيد to get both eyes on the horizontal plane، فسموا ده body writing reflex on the head. body writing reflex on the head. انا مش عاوزك تخاف على الاطلاق الكلام، لانه كلمات معدوده تبدو confusing. في الاخر هنتبارى في عمق وسرعه الاجابه، بس نكملهم الاول. يبقى الاول مين ممكن يعدل الهيد؟
unequal impulses from the labyrinth فسموا ده labyrinthine on the head. طب مين تاني ممكن يعدي الهيد؟ unequal impulses from the body فسموا ده body writing effects on the head. كنتيجة للتجربة الأولى والتانية لما تعادل الهيد، بص لي بقى، لما الهيد اتعادل بالشكل ده، سواء اللي عدلوا اللابرنس أو اللي عدلوا البادي، البادي هو اللي عدلوا الانيكوال أو اللابرنس اللي عدلوا، لما تعادل الهيد النك اتعوجت، بقى فيه الانيكوال استيميليشن، الناحية دي مشدودة والناحية دي مش مشدودة، إيه اللي مشدودة؟ فتلاقي النك راح تعادل البادي to get equal impulse، النك راح تعادل البادي، فيبقى ده نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، ده التالت. يبقى كنتيجه للتجربه الاولى والثانيه سواء اللابرنث هو اللي عدل الهيد او البادي هو اللي عدل الهيد، الهيد اتعدلت، النك ايه؟ بقت ناحيه مشدوده وناحيه مش مشدوده، فالنك تروح عادله البادي، بيسموها نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. تمام؟ طيب ممكن البادي بروبيسبتورز يعدل الهيد، يعدل البادي، اسف، ده اللي هنشوف. البادي بروبيسبتورز يعدل البادي، يبقى مين تاني ممكن بيعدل البادي؟ النك. يبقى نلغي النك بروبيسبتورز، لما اجي اتفرج على ازاي البادي بيعدل البادي نلغي النك بروبيسبتورز. في طريقتين، الطريقة الأصعب قلنا إن أنت تقطع الآفرين بتاع النيك بروبيسبتورز، يعني تقطع الآفرين من سيرفايكل 1-4. طريقة أسهل إنك تحط النيك في بلاستر كولر أهو، ده البلاستر المشمع بتاع الجروح، بحيث إن النيك ما تتعوجش لا يمين ولا شمال فيبقاش فيه أن إيكوال إمبلس. وحط الأنيمال بقى في الوضع ده على السايد، يبقى في ناحية عليها بريشر وناحية ما عليهاش بريشر، يبقى أن إيكوال إمبلس. وهنا خد بالك الانيمال ما يقدرش يعدل النك لان النك هنا محطوطه في بلاستر كولر، فتلاقي هنا البادي بيعدل البادي، البادي بيعدل البادي، فيسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، تبقى عارفها. يبقى مش عاوز نتوه يا اولاد كده، انتوا فهمتوا الفكره. تعال نعد بقى الجمل كما اعتدت دائما ابدا عشان نطلع باذن الله مش بس فاهمين الموضوع وحافظينه صم. فكره، ما هي فكره الرايتنينج بوشر ريفلكسز اللي قلنا السنتر بتاعها مرتبط في ذهنك بمين؟ الرايتنج ده في الميد برين، ميد برين رايتنج. الفكره ان اي انيمال ويز ديستربد بوزيشن الريفلكس دي تعمل كوركشن اوف disturbed posture. معلومه اولى. معلومه ثانيه، الانيمال بيعدل مين الاول؟ الهيد ولا البادي الاول؟ الاعقل يعدل الهيد ذن البادي. معلومه ثالثه، كام ريسبتورز يعدلوا الهيد؟ اثنين. طب وكام ريسبتورز يعدلوا البادي؟ اثنين. معلومه رابعه، مين اللي مشترك؟ البادي بروبريسبتورز ممكن يعدلوا الهيد، يبقى في بادي اون هيد وممكن يعدلوا البادي، في بادي اون بادي، وقلنا ما بيقولوش بادي بروبريسبتور رايتنج ريفلكس اون ذا هيد تبقى طويله قوي، فبيقولوا بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد وبادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. طب مين مع البادي يعدل الهيد؟ اللابرينث. يبقى اللابرينث اللي في الهيد يا اولاد اوعى تنساه اهو، اللابرينث، اللابرينث اللي في الهيد تعدل الهيد، بينما مين مع البادي بروبيسبتورز بيعدل البادي؟ النك بروبيسبتورز. يبقى النك مع البادي بروبيسبتور بتعدل البادي. انا هقول لك بقى عن خبره في التدريس، الحته دي تمالي الطلبه يغلطوا فيها ليه؟ لأنه استقر في العقل اللاواعي بتاع الطالب إنه النك مرتبطة بالهيد، يعني لأن في الأناتومي طول النهار يقول لك إيه؟ هيد النك، هيد النك، هيد النك في العقل اللاواعي. فأول ما إحنا في الفسيولوجي نقول لك النك بروبريسبتورز بتعدل إيه؟ أقول لك على طول تلاقي 90% من الطلبة غلطه بالعقل اللاواعي، انت هو ارتبط في ذهنه الهيب انك يقول لك النك بتعدل الهيب. مع ان غلط، قلنا بص يا اولاد
النك مش هتبتدي تشتغل ويبقى فيها ان ايكوال ستيميليشن الا لو الهيد اوريدي اتعدل. يبقى هنا بقى في ان ايكوال ستيميليشن، دي مشدوده ودي لا، دي مشدوده ودي لا. فالنك فرصتها الوحيده انها تشتغل بعد ما الهيد يتعدل، يبقى خلاص الهيد اتعدل، يبقى النك تعدل ال بادي. فانا عاوزك بقى طول الليله النهارده عشان تشيل من العقل اللاواعي الغلطه المشهوره تقول نك اند بادي، نك اند بادي، نك اند بادي، عشان تنسى بتوع الاناتومي لما لخبطوا لك مخك هنا النك. يبقى النك بروبسيبتور تعدل مين؟ البادي. النك بروبسيبتور تعدل مين؟ البادي. مين يعدل الهيد؟ اللابرنس اللي في الهيد. طب ومين المشترك يعدل كليهما؟ يعدل كليهما اللي هما البادي بروبسيبتورز. يبقى تاني بقى جمل هبه حرفيه واتقان تام. ما هي فكره الرايتنج ريفلكسز؟ جمله اولى تو كوركت الديستيرب بوشر، جملة أولى. طب أي أنيمال إز ديستيرب بوشر؟ الجملة الثانية يعدل الأول إيه؟ الهيد، ذن البادي. جملة ثانية كم ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. كم ريسبتور يعدلوا البادي؟ اثنين. جملة الرابعة من المشترك اللي بيعدل الاثنين؟ بادي بروب ريسبتورز. حافظها لكم صم. بادي بروب ريسبتور مع اللابرنس اللي في الهيد يعدلوا الهيد، بادي بروب ريسبتورز مع اللابرنس اللي في الهيد يعدلوا الهيد. إنما النك بروبريسبتور ما بتشتغلش غير بعد ما الهيد يبقى اتعدلت، النك تبقى ان ايكوال ستيميليشن. ففي الحاله دي النك تعدل ال بادي. وعشان كده قلت دي الغلطه المشهوره، ما تقوليش النك بروبريسبتور بيعدلوا الهيد، لانه بتوع الاناتومي لخبطوا مخك هيدا النك هيدا النك. احنا بقى نك اند بادي، نك اند بادي، نك اند بادي، النك تعدل البادي، النك تعدل البادي. يبقى النك بروبريسبتور ومعاها البادي بروبريسبتور يعدلوا البادي، البادي بروبريسبتور ومعاهم اللابرنس اللي في الهيد يعدلوا الهيد. فيري ايزي. طيب مين السنتر؟ مين برين؟ اما يقول لي رايتنج ريفلكس يبقى مين برين؟ من اهم المعلومات في الطب. عدل جسم الجسم ده وظيفه المين برين. واديتكم القاعده الرهيبه، لو تو ريسبتور بيعدلوا نفس العمل وعاوز ديمونستريت وان تلغي الثاني. فانا مين بيعدل الهيد؟ بيعدل الهيد يا اما اللابرنس يا اما البادي لما يبقى ان ايكوال ستيميليشن. يبقى لما اجي اتفرج على اللابرنس الغي البادي. لما اجي اتفرج على اللابرنث اهو ابقى لاغي البادي ان حاطط الانيمال في طوق. طب لما اجي اتفرج ازاي البادي بيعدل البادي، البادي بروبسيبتور بيعدل البادي اهو، البادي يبقى لازم الانيمال يبقى لابرنثلس كنتيجه لان اللابرنث والبادي عدلوا الهيد. خلاص النك حصل لها ايه؟ بقت تويستد. فالنك تعدل البادي، فيسموها لما النك تبقى تويستد كده تعدل البادي، نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، نك اون ذا بادي. لكن ممكن البادي يعدل البادي. طب في الحاله دي عاوز تفرج ازاي البادي بيعدل البادي؟ يبقى لازم تلغي النك بطريقتين، يا تقطع الافرم بتاع سيرفايكل 1-4 يا تحطها في بلاستر كولر. فتلاقي الان ايكوال ستيميليشن عدلت البادي. لا اكل ولا امل يا اولاد. بس هذا الموضوع انا عارف انه ليه البيك كونفيوزنج. انا عاوز بقى انتوا تراجعوا معايا دلوقتي تقولوا لي المعلومات مره اخرى. ما معنى كلمه رايتنينج بوش ريفلكس؟ تو رايت يعني تو رايتنينج يعني تصحيح، كوركشن اوف ديستيرب بوش. كانت هذه الجمله الاولى. مستنيكم تقولوا الثانيه. اي انيمال تلخبط له وضع جسمه يعدل مين الاول؟ الهيد ثم البادي. جملة ثالثة، في كام ريسبتور في جسمك يعدلوا الهيد؟ اثنين. وكام ريسبتور يعدلوا البادي؟ اثنين. جملة رابعة، مين المشترك اللي يقدر يعدل البادي بروب ريسبتورز مع اللابرنث اللي في الهيد يعدلوا الهيد؟ البادي بروب ريسبتورز مع النك بروب ريسبتورز يعدلوا البادي. وفهمت الغلطه هنا ان النك هي اللي بتعدل البادي، ما بتعدلش الهيد، لان النك مش هتشتغل اهي. يبقى فيها ان ايكوال ستيميليشن الا لو كان اوريدي الهيد اتعدل، يبقى فرصه النك انها تعدل ال بادي. النك ما بتشتغلش الا لما البادي يبقى اوريدي اتعدل، الهيد اسف يبقى اوريدي اتعدل، فالنك تبقى ان ايكوال ستيميليشن، تروح عدل البادي. ايه اللي ستيميلس؟ الجمله الاخيره الارايفل اوف ان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. يبقى هو سحر
جملة اعتدت اقولها، هو لغز المفتاح والارايفل اوف ان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز اوف ذا بودي. نقولها مرة ثالثة، يعني ايه رايتنينج ريفلكس؟ مين السنتر بتاعه الاول؟ ده سؤال مهم جدا، لا بد ان يرتبط قيس بليلى. الرايتنينج ريفلكسز بالميد برين، جملة مهمة قوي. طب يعني ايه رايتنينج ريفلكسز؟ يعني اني انيمال ويز ديستربد بوشر الاول لا يعمل كوركشن اوف ديستربد بوشر، ده معنى رايتنينج ريفلكس الجمله الاولى. يبقى رايتنج معناها تو كوركت، تصحح الديستربد بوشر. الجمله الثانيه، يعدل الاول مين؟ الهيد ثم البادي. الجمله الثالثه الاهم، كام ريسبتور يعدل له هيد؟ 2. كام ريسبتور يعدل له بادي؟ 2. من المشترك؟ البادي بروبريسبتور. بادي بروبسيتور مع مين بقى؟ مين التاني اللي مع البادي بروبسيتور يعدل الهيد؟ اللابرنت اللي في الهيد، اللي في الهيد تعدل الهيد مع البادي بروبسيتورز. طيب لما يتعدل الهيد مين بيبقى تويستد؟ النك. فعشان كده النك بروبسيتور بتبتدي تشتغل بعد ما الهيد يبقى اتعدل، يبقى فرصتها تعدل البادي. يبقى البادي بروبسيتورز مع النك بروبسيتورز يعدلوا البادي. جمله الخامسه، طب لو عندك تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز تنستريت واحد، لازم تلغي الثاني. يبقى اما اخد بادي على الهيد الغي اللابرنس، يبقى لابرنس لس. بادي على البادي لازم الغي النك، يبقى النك دي افرنشيتد من سيرفايكل 1 ل 4 او محطوطه بلاستر كولر. الجمله السادسه والاخيره، ايه فكره ايه هو سحر؟ هو لغز. ايه بيعرف ازاي ان هو متلخبط ويعدل نفسه؟ اللغز هو الاستيمولس، ان الاستيمولس هو الارايفل اوف ان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. وعليه يبقى عندي اثنين بيعدلوا الهيد، نقولهم بقى في عجاله، لابرنثاين رايتنج اون ذا هيد اهو، الان ايكوال ستيميليشن فروم ذا لابرنس عدلوا الهيد، او الان ايكوال ستيميليشن فروم ذا بادي عدلوا الهيد، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. لما اتعدل الهيد في التجربه الاولى والثانيه اتعوج النك، بس الهيد اوريدي معدوله، يبقى النك تعدل البادي، فيسموها نيك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. لكن ممكن اهو البادي يعدل البادي على طول، يبقى يسموه بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. مره خمسه يا اولاد، مين السنتر بتاع الرايتنج ريفلكس؟ انا سمعته ميد برين. يعني ايه رايتنج ريفلكس؟ يعني كوركت البوزيشن اوف ديستيرب الانيمال، الجمله الثانيه. طب الجملة الثالثة، كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ 2. وكام ريسبتور يعدلوا البادي؟ 2. الجملة الرابعة، مين المشترك؟ البادي بروبريسبتورز مع مين؟ ده المشترك بيعدل الهيد وبيعدل البادي. الجملة الخامسة، البادي بروبريسبتورز مع مين يعدل الهيد؟ مع اللابرنس اللي في الهيد يعدل الهيد. البادي بروبريسبتور مع النك بروبريسبتورز يعدلوا البادي. الجملة السادسة والأخيرة، هو سحر؟ هو لغز؟ ما هو الاستيمولس؟ الارايفل اوف ان ايكوال امبلس فروم بوث سايدز. نوع الانيمال المستخدم، انت ذكي اتعلمت القواعد، في كل الانيمالز ميد برين، فكل ده ريفلكسز يا اولاد. الانيمال ما بيعملهاش بمزاجه، بيعدل نفسه، ده بيلت ان. ولو عندك تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز تديمونستريت وان، تلغي التاني. لو عاوز اتفرج البادي بروبريسبتور المشترك ازاي بيعدل الهيد، في حاجه تاني بتعدل معاه الهيد، اللابرنس اللي في الهيد بتعدل الهيد مع البادي بروبسيبتورز، يبقى لابرنت لس. لو عاوز اتفرج على البادي بروبسيبتور ازاي بيعدل البادي، في حاجه تانيه بتعدل البادي، النك بروبسيبتور بتعدل البادي. يبقى لو عاوز اتفرج على البادي ازاي بيعدل البادي، الغي النك، دي افرنشيتد نك بروبسيبتورز. ولا تنسى النك بتعدل البادي، انسى الاناتومي، مش هيدا النك، احنا عندنا النك تعدل البادي مع البادي بروبسيبتورز، واللابرنس مع البادي بروبسيبتورز يعدل الهيد. بس ده واحد من اهم واصعب الاسئله يا اولاد. نيجي بقى الكورتيكال ريفلكس، ما بيجيش سؤال شافه زي السباينال. ثلاثه ريفلكسز سهلين. كورتيكال يعني السنتر هو الكورتكس، يبقى الانيمال ده يبقى نورمال، يعني عشان الكورتكس يبقى شغال وبيأثر في كله يبقى لازم يبقى نورمال انيمال. في الكورتيكال بوش ريفلكس، في الميد برين، ميد برين انيمال قطع عند الابر بودر ميد برين، في المدلة اللي تقطع الابر بودر مدلة، في السباينال
قاطع طبعا تحت سيرفيكال 5، انما هنا نورمال انمي. عندي ثلاثة ريفلكس سهلين جدا. اول واحد اسمه اوبتيكال رايتنج ريفلكس. اوبتيكال يعني بالفيجن. بيقول لك القطه بسبع ارواح، لو رميت قطه نورمال من علو مناسب بالفيجن بالنظر، اهي بالنظر بقى، بالنظر هتروح عادله الهيد وعادله البادي وبقى على رجليها فما تتكسرش. يبقى هنا مين اللي بيعدل الفيجن؟ يبقى في اوبتيكال رايتنج فيكس اون ذا هيد واوبتيكال رايتنج فيكس اون ذا بادي. طب للاوائل بقى، للاوائل السؤال ده حلو قوي. لو قال لك في فرق بين سؤالين للاوائل، قال لك قول لي في الرايتنج ريفلكسز، ما قالش مين برين رايتنج فيكس، قال لك في كام ريسبتور بيعدلوا الهيد للاوائل؟ ثلاثة. اتنين مشترك بادي بروبريسبتور وفيجن، مع اللابرنس يعدلوا الهيد، وبادي بروبريسبتورز مع الفيجن مشترك مع النيك بروبريسبتور يعدلوا البادي. يبقى في اتنين يعدلوا الهيد او البادي. لو قال مين برين يبقى تشيل الفيجن، لان الفيجن ده السنتر بتاعه سيربال كورتكس. لو قال لك مين برين رايتنج ريفلكسز يبقى اتنين يعدلوا الهيد واتنين يعدلوا البادي. لو قال رايتنج ريفلكسز وشال كلمه مين برين، رايتنج ماليش دعوه السنتر مين برين او بره المين برين، يبقى ثلاثه يعدلوا الهيد وثلاثه يعدلوا البادي، تضيف عليهم الفيجن. شوف بقى الطالب الذكي. يبقى ما يقول لك قول لي الرايتنج ريفلكسز اون ذا هيد ثلاثه، اون ذا بادي ثلاثه، لكن لما يقول لي ميد برين، ميد برين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد اثنين بس تشيل فيجن، ميد برين رايتنج ريفلكس اون ذا بادي اثنين بس تشيل فيجن. كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ يلا لخبطوك اهو، في اثنين مشترك. لو في المجمل في العموم بادي بروبريسبتور وفيجن يعدلوا اي حاجه، بادي بروبريسبتور وفيجن معاهم حاجه حاله خاصه، اللابرنس اللي في الهيد يعدل الهيد. طب والهيد لما بتتعدل بيبقى مين تعوج؟ انك تعدل البادي. خلصت ادي اللعبه كلها. راح من اصعب الاسئله. بليسنج رياكشن يا ولاد، قال لك البليسنج رياكشن معناها الاتي، انه الانيمال بالفيجن او بالتاتش خلاص، يبقى ريسبتور لو كان فيجن هيبقى رودز وبونز، بالتاتش هيبقى اكستير ريسبتور. تملي ويعني ودي تجربه جميله خالص، لو مسكت اي قطه كده في الهواء خلاص وقربتها من اي سطح، تلاقي بالفيجن روح حاطط رجليها الاربعه على السطح ده عشان تسبورت البادي بوش بالفيجن. طب لو انت بلايند فولد اتغميت القطه وماسكها، القطه متضايقه انها مش عارفه تستقر على سطح، اي نقطه تلمس السطح يبقى تاتش، تروح بليسنج الفور ليمز، فسموها بليسنج رياكشن. يبقى بالفيجن او لو هي يعني مغماه في عصابه حوالين عينها، بالتاتش تعمل بليسنج، بليسنج للفور ليمز على هذا السطح اللي شايفاه او اللي لمساه، فسموها بليسنج رياكشن. ان الانيمال بي بليس الفور ليمز اللي شايفهم بالفيجن او اللي لامسهم، والذي هقولها للزملاء الاصغر سنا، في التاتش اكتر حته حساسه في الانيمال لو انت حاطط غمامه على عينه هي التشين، التشين بليسنج، يعني دقنه لو لمست اي حاجه يروح حاطط رجليه اربعه، عاوز يسبورت البادي ويت، شاف سيرفس او لمس سيرفس، فعشان كده فيجن او تاتش سيرفس بليسنج اكشن. نيجي هوبينج رياكشن. هوبا يعني عارف، لما اقول لك هوبا يعني هم او يقذف، ده ريفلكس لطيف قوي. لو جبت نورمال انيمال، نورمال قطه نورمال عشان ده كورتيكال ريفلكس، الريسبتور بتاعه ماسل سبندل، ورحت عملت لاترال ديسبليسمنت للقطه اللي هو بقولها التعبير المهذب، قطه قربت منك فبغير تهذب رحت شايطها برجلك بعيد، يبقى انت عملت ايه وانت بتشطها كده؟ شلتها من على الارض برجلك ورميتها بعيد، عملت لها لاترال ديسبليسمنت، عمرها ما تقع على جنبها لو هي نورمال، تروح عامله هوبينج يعني قفزه وتنزل في نيو بوزيشن، بعد ما تعمل هوبينج تنزل الى نيو بوزيشن على الفور ليمز، يعني تنزل على الفور ليمز تو سبورت ذا بادي بوشر. انما
لو الانيمال ده دي كورتيكيت يعني شايل الكورتكس خلاص ورحت زيحها كده عملت لها لاترال سبيس من بريجلك تروح واقع كده على جنبها. لكن لو هي كورتيك عشان كده عرفنا ان السنتر والكورتيكال يعني نورمال انيمال ورحت زيحه شايطه برجلك شايطه خفيفه كده لفوق يروح ناطط ولازق على رجليه الاربعه فيسموها هوبينج. عارف كان في اغنيه لعفاف راد تقول هوبا 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 الاطفال هوبينج تروح ناقل هوب لفوق ونازله على الفور ليجز فسموها هوبينج ريفلكس. ذيس ثري ريفلكسز اللي هو الاوبتيكال او الفيجوال رايتنج والفيجوال اهو بليسنج او هوبينج الثلاثه دول السنتر مجموع سيبا كورتكس. ده بيتسال في الشفه من هم الكورتيكال بوش ريفلكس ثلاثه اوبتيكال رايتنج ان بالفيجن الانيمال كان كوركت الهيد او البادي بوش خلاص بالفيجن. البليسنج رياكشن السطح اللي الانيمال شايفه يبقى رودز وكونز ريسبتور او حاسه يبقى اكستيريو ريسبتورز وكنت انت ماسكه في الهواء هيروح قريب من سطح ما شايفه بس قريب طبعا يعني لو شايلها في الهواء كده قريب من سطح وشافته او لمسته كده لمسته تروح بليسنج الفور ليمز بوش ريفلكس. وبعدين هوبينج ان انت بس كورتيكال لو تعمل لها لاترال ديسبيسمنت تزحها برجلك زحه خفيفه كده عمرها ما تقع على جنبها تروح نطه هوبينج ونازله على رجليها الاربعه. لو ما فيش الكورتكس لو دي كورتيكيت انيمال ما فيش ريفلكسز دي فاثبتنا انها كورتيكال. ده كان بوش ريفلكسز. عارف في بعض الجامعات بيلغوه خالص انما يعني احنا بنقول كورس كامل متكامل. نيجي ست معلومات في الام اس كيو احبكم تعرفوها ام اس كيو بس يا اولاد ما تحفظوش الكلام. الاكوليبريم سنتر موجود فين؟ احنا قلنا فاكر لو طالب ذكي احنا قلنا ايه وظيفه النان اوديتوري لابيرنث. النان اوديتوري لابيرنث دي بتاعه الاكوليبريم. طب لا ده يعني دي يعني مرتبطه بالاذن لا سمعيه بالاذن السمعيه فمصادفه جميله مش مصادفه طبعا يعني واقع انه الاكوليبريم سنتر جنب الاوديتوري سنتر لان في اذن سمعيه واذن لا سمعيه هما الاثنين في السوبيرو تمبرال دايرس. يبقى الطالب الشاطر يستنتجها الاكوليبريم سنتر فين في المخ. احنا عندنا الاذن تنقسم الى قسمين اوديتوري هيرينج ونان اوديتوري اكوليبريم. يبقى الاكوليبريم مع الهيرين يبقى هما الاثنين في السوبيريو تمبرال دايرس. كانت هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه مين الريسبتور اللي بيحتفظوا بالاكوليبريم؟ اربعه الاي اللي هي الكونز والرودز خدناها في الاوبتيكال الفيستيبيول الفيستيبولار ابريتس الاذن اللا سمعيه بتاعت الاكوليبريم بعدين نمره ثلاثه النيك واربعه البادي بروبيسيبتور. حتى انا حاططهم لك مع بعض اثنين واثنين عشان تحفظوا العين والاذن يبقى الاي كونز ورودز والفيسيبا ابريتس عين والاذن صح وبعدين نيك وبادي بروبيسبتورز سهل. طيب خد بالك بقى هنا في معلومه مهمه جدا المعلومه الثالثه ان النيك بروبيسبتورز والفيستيبيول ربنا خلاهم فانكشن ان اوبوزيت ويز ودي من رحمه ربنا بينا. وندي مثال لطيف جدا دلوقتي لو البيرسون بنز هيز نيك بالشكل ده انا قاعد كده ورحت عاوج دماغي كده خلاص فيبقى هنا انا شغلت النيك بروبيسبتور وشغلت الفيستيبيول احس ان دماغي معوجه بس ان انا شغلت الاثنين يبالانس ايتش اذر يقول دماغي معوجه بس اذا هو الجسم معدول مش حاسس مال اكوليبريم يبقى حاسس النيك بنت بطنه مال اكوليبريم. لكن لو انا شغلت واحده منهم بس يعني رحت مايل كده ما عوجتش الديك كده يبقى مين اللي شغال هنا الفيستيبيول بس دي شغاله ودي لا. لكن النك ما فيش ناحيه مشدوده اكتر من ناحيه في الحاله دي احس ان جسمي في حاله مال اكوليبريم. شوف العظمه. يبقى ربنا خلى الاذن والنك بروبيسبتور يشتغلوا اوبوزيت تو ايتش اذر تو بالانس ايتش اذر تعوج النك كده يبقى انت شغال اتنين دي مشدوده ودي لا
دي في هنا استيبليشن ولا لا، تبقى حاسس النك بنت لكن البادي زي الفل. تفرق بقى لو ان انا بكل البادي رحت جاي كده، يبقى في الحاله دي مين بقى النك ما اشتغلتش، بقى النك مش في الناحيتين زي بعض. مين اللي اشتغل؟ الاستيبيول بدون نك، يبقى احس ان لا ده الجسم كله اتعور بقى مش بس النك. شوف الكلام الجميل اللي بنعملها كده. يبقى لو البيرسون بنس هيز هيد هيز نك في الحاله اللي شرحتها لك، يبقى التو امبلس بالانس ايتش اذر، فالشخص يحس النك بنت بات نورمال اكوليبريم. لكن لو الانتاير بادي لينز تو وان دايركشن يعني مال في ناحيه، يبقى هنا النك معدوله زي الفل، نو امبلس فروم ذا نك، يبقى البيرسون فيلز مال اكوليبريم من الفيستيبيول بس. طيب ثانيه قال لك اف ذا هيد اوف ميدلري انيمال از بنت فورورد، يعني جبتها لقدام، بيحصل ايه بقى؟ بيشتغلوا عكس بعض. اللي هي عاوز اوريك الصوره بتاعت ال اهي. انت لو هنا اللابرنث والنيك بنت فوروردز كان بيعمل ايه في الفور ليمز؟ اتفرج معايا اهو، النيك بنت فوروردز كان بيكستند الفور ليمز، واكشلي بيكستند الاربعه ليمز بما فيهم الفور ليمز والهايند ليمز. لكن في النك بقى، في النك هنا بروبريسبتورز